نروح الوايلد كارنر. يا ريت الوايلد كارنر يبقى فوق على طول. ده كل ده الجرين بتاعي صح؟ انا محدده من الاول، راح مختاره وعامل سيلكت سيميلر واعمل ان هايد بتاع واروح تاني للير بتاع الجرين. لا الورك كلر ده انا جايبه من الريندر ايلمنتس من الاول. تمام، هو يعرفوا ان هي دي جرين بقى. ما انا قايل له من الاول خالص ان دي جرين. تمام؟ ومحدد له بيبقى فيه في الاوبجكت في الماكس في 3 دي ماكس. ازاي هو اصلا 3 دي ماكس في اسم الاوبجكت في لون جنبه كده. ده مهم جدا، ده دايما نعمله عشان الورك كلر بعد كده. تمام؟ بعد ما اخترت الجرين اروح ايه؟ بس لازم تختاري من الاول. اصلا مثلا لما بتيجوا تدخلوا الموديل من ريفت الماكس، انا دخلته من ريفت الماكس كان داخل كله اسود، الورك بتاعه اسود صح؟ لحد ما بقى بيدخل اسود. تمام؟ فانا بحدد كل الجراس بتاعي الاول وبعد كده بدي له اسم اوبجكت وبدي له اللون عشان الورك بعد كده. كل ده بينجزني في ايه؟ لو واحد مثلا عنده جهاز مش هيسعفه في الريندر مثلا، او ان انا عايز اعدل حاجه مثلا ومش هلحق رندر تاني مش عارف ايه الجو ده. فانا دلوقتي عملت سيلكشن زي ما شفته في بالماجيك تول والوان، بعد كده رحت للاير جرين وانا لسه عامل سيلكشن، ما عملتش دي سيلكت، راح متكل هنا على الماسك. تمام؟ لكن هي في الاول صوره صح؟ هي في الاول خالص صوره كده من اي جلاس واي شكل، هو الحاجات دي بتبقى مش باينه، ممكن تبقى حاجه بايظه على فكره جدا بتاع ده. هوريكم مثال يعني بعد كده في الاخر. نروح بقى البرش حته بقى رحنا على الماسك واخترنا البرش باللون الابيض طبعا، وجينا هنا كده وعملنا كده. البرش لازم تبقى نورمال. في حاجة هنا غلط. ايوه. ثانية واحدة كده بس. في حاجة غلط. انتوا عارفين الشيب داينامكس وكده في البراش، السيتنج بتاعت البراش عارفين تعملوا سكاتر وازاي توزعوا كده. انا شلت بس شويه اوبشنز عشان كنت مشغل الحته الثانيه. اسمع، كنت مشغل الكالر داينامكس انا من الاخر. تمام، ده بيبقى معمول فين؟ ده مثلا ده برسم مثلا لما اجي ده بفعله، يعني لما اجي اشتغل بالبن. البن فيه بريشر وفيه عارفين بيبقى في بريشر، ان انا مثلا عايز ابقى خفيف على التابلت فيعمل لي حاجه خفيفه على اساس ابقى تقل. فكل دي كانت سيتنجز موجوده من الاول، فانا شلتها دلوقتي. تمام، شلت كل عملت ان تشيك يعني، وسبت السكاترنج عشان يوزعها لي. بص السكاترنج بيوزع يعني بيوزع، بس انا عايزها اوريدي متساويه عشان ابقى مالك ال بس. فرحت تاني كده بس اتظبطت معايا، اقلل مثلا السايز شويه او اكبره اهي وهكذا.